ونازي تركها بالخلف الى فيليبي اندرسون، فيليبي يجرب حظه بالتسديده، يا سلام يا سلام. اخيرا اخيرا ابتسمت لك الكره يا فيليبي، وتستحق، كنت اقول قبل قليل يستحق ان ينال شيئا، وهو ينال هذا الاطراء وهذا الابداع، بالفعل يستحق كل اطراء وتشجيع وتصفيق على هذا الهدف الرائع. فيليبي اندرسون البرازيلي، هدف رائع من مكان رائع وقضيبه لا تصد ولا ترد ولا حتى ترى بالعين المجردة. فيليبي أندرسون أستطيع أن أقول أنه بات الآن يستحق أن يكون رجل المباراة بهذا الهدف. رجل المباراة كانت بينه وبين جورجيفيتش، ولكن هو الآن بات الأفضل، هو الآن بات الأفضل ولا جدال في ذلك للبرازيلي صاحب الهدف الرائع من هذه التسديدة الرائعة التي بكل تأكيد لا أمل فيها أبدا لباستيانوني حارس فريق فاريزي. هدف ثالث هو أحلى الأهداف من فيليبي أندرسون